مع اعلان دوله رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تم وضع خطه مع وزير الكهرباء ووزير البترول بخصوص ايه بخصوص ان احنا نوقف العمل بخطه تخفيف الاحمال 2024 تزامنا مع نهايه العمل بالتوقيت الصيفي طيب تم تكليف سيد وزير الكهرباء باعداد خطه تانية لمده اربع سنين خلال الأربع سنين دول هنعمل فيها إيه؟ هنعمل فيها عملية تدريجية في تحريك الأسعار واحدة واحدة يعني زي ما بتقال. الزيادة الحالية خد بالك الزيادة الحالية دي أصلاً كانت مؤجلة تقريباً من العام الماضي من 2023 تقريباً. هيتعمل إيه؟ هيتعمل عشان برضه تبقى فاهم ومحدش برضو يقعد إيه ياكل في دماغك اللي هيحصل هو الآتي إنه هيحصل زيادات تصاعديه. والزيادات التصاعديه دي يعني اللي هي إيه؟ واحدة واحدة وبالتدريج. طيب مبنية على إيه؟ مبنية على حسب الشرايح. يعني فلان الفلاني بيستهلك في شريحة هي الحد الأقصى غير فلان الفلاني اللي في شريحة أقل، غير اللي في أقل، غير اللي أقل خالص اللي هو الحد الأدنى من الاستخدام. عشان برضه تبقى فاهم. وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أقروا بإيه؟ أقروا بإنه يتعمل زيادة لتعريفة الاستهلاك لشرايح الكهرباء في عشرين 2024 كانت المفروض من يناير اللي فات ده والحد 30 ستة النسبة كانت هتبقى ما بين 16 ل 26 في المية في هذه الشرائح خد بالك من 16 ل 26 بيتعمل فيها حساب الشرائح طب هو الشرائح دي بيبقى معمول فيها ايه ما هو الشرائح دي هي اللي بتوضح حجم الاستهلاك بتاعك وحجم الاستهلاك بتاعك بالتاكيد بيوضح جزء كبير من نمطك المعيشي وبالتالي معدل انفاقك يعني الراجل اللي هناك ده ممكن يبقى فيه عنده خمس تكيفات في البيت ده بيستهلك كتير جدا ده هتلاقي الشريحه القصوى خمس تكييفات ومايكروويف وفرن بالكهرباء وما الى ذلك صح حلو قوي طيب يعني الراجل ده من الاخر كده بالبلدي راجل مقرش معاه فلوس الراجل جايب فرنة بالكهرباء وجايب مايكروويف وحاطط في كل اوضه تكييف وفاتح التكييفات عمال على بطاله وان كان ده غلط يعني على الاقل عشان عمر التكييف المهم فالراجل ده هو اعلى شريحه السؤال انا بسالك بامان هل هذا الرجل اللي بهذا النمط يستحق دعم او ولا لا انا بسالك انت اه أو, او لا مفترض انه لا يستحق دعم مفترض وبالرغم من ذلك التدرج في الزياده او بالادق الزياده معموله تدريجيا حدها الاقصى قد ايه 26% في